بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في الأصول الستة التي ذكرها شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد انتهينا من الأصل الرابع بالأمس، والأصول الستة التي أخذناها خلال اليومين السابقين. الأصل الأول وهو متعلق بالإخلاص أو بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وبيان ضد هذا الإخلاص وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والأصل الثاني هو ما جاء في الاجتماع، والاجتماع ذكرنا أنه لا يكون إلا بالأصل الأول وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثم بعد الاجتماع يكون الإمام، لابد لكل اجتماع أن يكون له إمام، والإمام لا يكون إماما إلا بالسمع والطاعة، وبينا ذلك في الدرس السابق. ثم بعد ذلك إذا اجتمعت الأمة على الإمام وحصل السمع والطاعة كان الأصل الرابع، وهو ما يتعلق بتعليم الناس. وتعليم الناس لا يمكن أن يكون إلا عن طريق العلماء، وبين الشيخ رحمه الله من هم العلماء في الأصل الرابع. والآن نتكلم عن الأصل الخامس الذي يبين فيه أيضا الشيخ مسألة مهمة، وهي من الأصول الستة التي بينها رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة الأصول الستة: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وآية في يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. نعم، هنا الشيخ رحمه الله يبين الأصل الخامس وهو من الأصول المهمة، ولكن لماذا الشيخ الآن يذكر في هذا الأصل البيان والتفريق ما بين العلماء وبين الأولياء، وما بين أولئك الضلال الذين يتشبهون بأهل العلم؟ الشيخ بينا لكم أنه ألف هذا أو جمع هذه الأصول الستة من أجل بيان أمر مهم، وهي أن الأمة لا يمكن أن تجتمع إلا بالتوحيد، هذا أولا. وذكرنا في الدرس السابق الرد على أولئك الذين يقولون نجتمع على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا على ما افترقنا عليه أو ما خالف بعضنا بعضا. ولا شك أن هذه مقولة خاطئة، نحن نجتمع على التوحيد، ولا يمكن أن يكون هناك اجتماع إلا بالتوحيد، ولا يمكن أن يكون هناك اجتماع فرق ضالة، فرق تعبد الأصنام وتعبد الأولياء
وتعبد الحيوانات والبقر وغيرها تجتمع كلها تكون جماعة واحدة. الجماعة لا يمكن أن تكون إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهو الأصل الأول الذي ذكره المؤلف في هذه الأصول الستة. اجتمعت الأمة، بعد ذلك ماذا تحتاج؟ هل يصلح أن تكون هناك جماعة بدون إمام؟ لابد من إمام. إذن إذا تولى الإمام على هذه الجماعة وجب السمع والطاعة، يسمع للإمام وهذا هو الواجب. بعد ذلك تحتاج الأمة إلى العلماء من أجل أن يبينوا لهم ما يحتاجون إليه من العلم والبيان. ثم جاء الأصل الرابع الذي ذكره الآن المؤلف، وهو ما يتعلق بأمر مهم، وهو التفريق ما بين أولياء الله وأولئك الذين يتشبهون بأولياء الله. لماذا؟ لأنه ربما تكون هناك جماعة، ربما تجتمع على التوحيد، ثم بعد ذلك يكون لهم إمام ويسمع ويطيع، لكن يكون من المقربين لهذا الإمام علماء ضلالة أو علماء بدعة، فيقومون بتزيين هذه البدع على الإمام وعلى الناس وهي الجماعة، ثم بعد ذلك تضل هذه الأمة وهذه الجماعة التي اجتمعت في البداية على التوحيد. وهذا حاصل ومشاهد. ولذلك نجد أن الإمام أحمد رحمه الله كان من أئمة السلف، ولكنه حورب رحمه الله وسجن بسبب ما يتعلق بخلق القرآن، عندما اقترب من الوالي في ذاك الزمن من يدعو بهذه البدعة، ببدعة خلق القرآن، نشروا هذه البدعة وألزموا الناس، مع أن الناس كانوا موحدين، ولكن هذه البدعة انتشرت في ذلك العصر. وأيضا وقف الإمام أحمد رحمه الله وقفة قوية، وبينا بالأمس كيف أن أناس اجتمعوا عند الإمام أحمد وطلبوا منه الخروج على الإمام، وقال لهم بل اسمعوا وأطيعوا، وبين لهم ما يتعلق بالأحاديث الدالة على ذلك. الشيخ رحمه الله عندما جاء بهذا الأصل المهم، وهو يجب على الأمة وعلى الناس وعلى العام أيضا أن يفرق ما بين الأولياء وما بين أولياء الشيطان، فيقول بيان الله سبحانه لأولياء الله، وقال وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. هنا بين المتشبهين بهم، ذكر رحمه في هذا الأصل صفات أولياء الله تعالى والفرق بينهم، وبين بينهم وبين المتشبهين بالأولياء. ثم ذكر الآيات الدالة، ولكن نقف عند هذه الآية، وهي الآية التي جاءت في سورة آل عمران، عندما قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فليس كل من يدعي الولاية يكون وليا، وإلا لكان كل واحد يدعيها، ولكن ينظر لعمله. ونقول أن الإشكال هو ما يتعلق بضلال الناس بوضعهم أناس من أهل البدع في موضع لا يليق بهم. وبين الشيخ هذا الأصل لأن أكثر تعلق الناس بالشرك، لماذا تعلقوا؟ بسبب تعلق أولئك الناس بأولئك الذين سموهم أولياء. ولا شك أن ما بيناه أن دعوة الولاية هي فيها تزكية، والله سبحانه وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولذلك الذين يدعون الولاية في هذه الحالة هم يزكون أنفسهم، ولذلك يسقطون عن أنفسهم جميع الفرائض، تجدهم لا يصلون ولا يصومون ولا يؤدون الزكاة، كأن الفرائض قد رفعت عنهم. وسوف نذكر ونبين حال هؤلاء. فأولياء الله نجدهم لا يزكون أنفسهم، وإنما هم يؤمنون بالله، كما قال تعالى في أولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤلف بدأ بأمر بآية
ربما تسمعونها الآن، ولكن ما علاقة هذه الآية بما يتعلق بالولاية؟ يقول المؤلف: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما علاقة هذه الآية بالولاية؟ هنا المؤلف عندما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كيف نعرف الولي من غيره؟ نعرفه بالاتباع. فهم يقولون أن هؤلاء الأولياء هم من أحباب الله، نقول إذا كانوا من أحباب الله فيجب أن يكونوا ممن يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذي يشاهد هؤلاء يجدهم خلاف ذلك، يجدهم خلاف ذلك. المبتدعة فسروا المحبة أن الأولياء هم من أحباب الله سبحانه وتعالى، قالوا من أحباب، وهم يرون أن من كان من أحباب الله أنه تسقط عنه جميع الفرائض التي فرضت على العباد. يقولون أن الولي هم هؤلاء، يقولون أن الولي أرفع منزلة من الرسول وأقل مرتبة من النبي، فهم يفرقون ما بين الرسول وما بين النبي، لكن يقولون أن الولي هو أعلى منزلة من الرسول، ولكنه في موضع آخر هو أقل من النبي، وهو دون علم النبي ولكنه أرفع من الرسول. أيضا يقولون أيضا أن الأولياء يأخذون عن الله مباشرة، أما الأنبياء فإنهم يأخذون عن طريق ماذا؟ عن طريق الوحي، فهم جعلوا هؤلاء الأولياء أعلى منزلة حتى من الأنبياء. إذا كان الولي كما يقولون أنه يأخذ عن الله مباشرة، فلا شك في هذه الحالة أن النبي إنما يأتيه الوحي، فكانوا بقولهم أنهم أعلى منزلة من الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام بين حال الأولياء وجاء في حديث تدل على ذلك، وهناك علامات تدل على الأولياء سواء جاءت في القرآن أو في السنة، ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال ألا أنبئكم بخياركم، قال الصحابة بلى يا رسول الله، نحن نريد أن نعرف من هم خيار هذه الأمة، قال خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله، الذين إذا رؤوا ذكر الله. جاء أيضا في رواية أخرى سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أولياء الله، من هم الأولياء؟ فقال عليه الصلاة والسلام الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. أويس القرني ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عمر رضي الله عنه سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس ابن عامر، يأتيكم أو يأتي مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، أي أويس القرني، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بر بها أو هو بار بها، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. يقول هذا الكلام لمن؟ لمن يقول؟ لعمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الصحابي وهو مبشر بالجنة، ومع ذلك يرشده، ومع ذلك يرشده النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأتي إليه ويبحث عنه فيقول فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. ما هو الفعل الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام وكان من الصفات التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث؟ هذا فائدة عظيمة. قال له والدة هو بر بها، فلا شك أن هذه أيضا صفة من صفات أولياء الله، تجدهم عندهم البر لآبائهم ولأمهاتهم. فإذا من صفات أولياء الله أن يكون بارا بوالديه.
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر عمر بن الخطاب بأن يأتي إليه ويستغفر. ولذلك عمر بن الخطاب بحث عنه، كان إذا جاءت وفود في كل سنة كان يبحث عن أويس القرني، حتى جاء في أحد المواسم فسأل عنه، سأل الوفد الذي جاء من اليمن فأخبروه، قالوا أين أويس؟ قال إنه معنا ولكنه ذهب بعيدا، فكان يعتزل رحمه الله، فكان يعتزل، فذهب وبحث عن عمر حتى وجده، فسأل عن الأوصاف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فوجدها فيه، فطلب منه أن يستغفر الله. فلا شك أن هناك أولياء، ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء، فقال الصحابة من هم يا رسول الله؟ قال هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب، قال وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إن خاف الناس ولا يحزنون إن حزن الناس. ثم قرأ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في قوله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، بيّن هنا الصفات التي يتصف بها الأولياء، وهي ما تتعلق بالإيمان وهو الإخلاص في العبادة لله سبحانه وتعالى والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والتقوى. والتقوى لها تعريف كثيرة ذكرها أهل العلم، وذكر بعضهم أنها فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وترك ما نهى عنه، وأيضا ذكروا أن التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، فيجب أن يكون الولي أن يحقق هذا الأمر. ولذلك إذا قلنا ولاية وولاية هناك فرق بين ولاية والولاية، فالولاية بفتح الواو هي بمعنى المحبة، الولاية هي المحبة، والولاية بكسر الواو هذه تأتي بمعنى الإمارة والحاكم إذا حكم، فهذه هي الولاية بالكسر. فأولياء الله هم من يحقق أولا كما ذكرنا التوحيد، وكذلك تجده متبعا للسنة، لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تجده من الأتقياء، تجده يحافظ على الصلوات، يحافظ على أداء الزكاة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، هذه أيضا من صفات أولياء الله، قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ماذا؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذه من صفات أولياء الله. أيضا جاءت هذه الصفة التي ذكرناها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جاء في مقابلها ماذا؟ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. عند أهل البدع الولي لا يسأل هل يصلي أم لا يصلي، ولذلك نجد أن من الأولياء من يسمون بالأولياء البدوي، وهذا مشهور، البدوي يقول أنه من الأولياء، لكن هو لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يشهد الجماعة، ومع ذلك يقولون أنه ولي من أولياء الله. ولذلك ابن دقيق العيد رد عليه وضلله، ولذلك هم الآن ينسبون، عندما ضلله ابن دقيق العيد، عندما ضلل البدوي قاموا بنسبة قصة مكذوبة من أجل أن يرفعوا شأن البدوي، فقالوا أن ابن دقيق العيد أرسله الحاكم من أجل أن يقابل البدوي، فجاء عند البدوي فأخبره قال بأنك أنت لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحضر الجماعة وتزعم وتدعي الولاية، فقال له يقولون، قال البدوي أسكت لا أقوم بتطير الدقيق، هو ابن دقيق العيد، فيقول أنه ضربه أو بيده ضربة بسيطة، فما كان إلا أن اختفى ابن دقيق العيد
وبعد مسافة 60 سنة، وكان في جزيرة، فأخذوا يؤلفون قصة من أجل أن يذكرون هذه الكرامة لهذا الرجل وهو البدوي، ثم ألفوه. والحقيقة أن مثل هذه القصة انتشرت، ويقول أنه كان في الجزيرة وجاءه رجل ونصحه بأن يتوب إلى الله وأن لا يتكلم البدوي، فاستغفر وتاب ثم أرجعه إلى بلده. فهذه حالهم في هذه القصص المكذوبة. ولذلك لعلي بس أذكر، يعني ربما تكون طرفة تذكر، وهي واقع أحيانا، واقع كثيرا، ولكن هذا واقع. يقال أن هناك 2 كان في سفر، وكان معهما أكرمكم الله حمار، وكان قد رجعوا من السفر، وقبل أن يصلوا إلى البلد مات هذا الحمار فدفنوه. فلما دفنوه رجعوا، وهم في الطريق جاء أحدهم فقال: لماذا لا نقول أن هذا القبر قبر ولي، ثم نكذب على الناس ونقول بأن فلان قد رأى في المنام بأن هناك قبر في المكان الفلاني، وأنه للولي فلاني، وأنه جاءني في المنام من يقول اذهبوا له وتقربوا لهذا الرجل الصالح. ففعلا بدأ ينشر هذه الكذبة على الناس وانتشرت، وأخبرهم بالمكان الذي فيه القبر، وهو قبر أكرمكم الله الحمار، على أنه ولي، وهم يعرفون هذا المكان بأنه لا يوجد فيه قبر. فذهبوا فوجدوا هذا المكان فصدقوا، ثم بعد ذلك قاموا ببناء على هذا القبر، وقاموا ببناء الأضرحة، وأخذ هذا الرجل وصاحبه يقومون بجمع الأموال. ففي يوم اختلف في على المال، فقال الرجل: أنا صاحب الولي، اللي هو صاحب الحمار، قال: أنا صاحب الولي، أنا أحق بالمال منك. فقال الرجل: يعني هذا مو بولي. فقال العبارة يعني الدارجة، قال: ما احنا دفنينه سوا، يعني جميعنا دفناه سوا ونعرف أنه حمار، فكيف تقول يعني تدعي وتزعم بأن هذا هو ولي؟ وهذا هو حالهم، وهذا يتكرر كل زمن، حتى في زمن القريب هناك قصة مشابهة. نذكر هذه القصص، ربما تستغربون حال أولئك الذين يذهبون إلى مثل هذه القبور وإلى هؤلاء الأولياء، ويزعمون أولئك السدنة، وهم يجمعون المال. حتى في بلادنا، في مكان، في زمن مضى، حتى أن رجل يقول أنه كان عنده أكرمكم الله أيضا كلب، وكان يعز هذا الكلب معزة عظيمة، وهذه قصة حقيقية. يقول أنه ذهب للصيد فأصيب هذا الكلب، يقول: من محبتي لهذا الكلب قمت بدفنه ووضع هذا القبر مثل قبر الآدمي. يقول: فذهبت، يقول: فرجعت بعد أكثر من سنة إلى هذا المكان، يقول: فوجدت أني قريب من هذا المكان، فقلت: أذهب إلى قبر هذا الكلب. فيقول: فذهبت إلى هذا القبر، يقول: فوجدت السيارات، ووجدت الخيام، وجدت الناس مجتمعة، فاستغربت من ذلك. فيقول: جئت عند هؤلاء الناس فسألتهم: لماذا أنتم اجتمعتم في هذا المكان؟ قالوا: هنا فيه قبر ولي، واجتمعنا على هذا القبر، وهو يعلم بأنه قبر ماذا؟ قرب هذا الكلب. فأقصد أن أناس للأسف ربما ينطلي عليهم مثل هذه الشبه، ولذلك يجب أن يتنبه المسلم في ما يتعلق بأولئك الذين يدعون الناس إلى الذهاب إلى أصحاب القبور، وأيضا يقولون أن هؤلاء أولياء. ولذلك نجد أن أمثال هؤلاء مثل حلاج وابن العربي والشعراني، جميعهم يزعمون بأنهم من الأولياء، وهم من أعداء الله، من أكبر أعداء الله. وأيضا نجد أيضا أن قبر الحسن البصري في العراق في البصرة، نجد أنه أيضا الحسن البصري أيضا من أولياء الله، ولكن للأسف الشديد أنه هناك أناس يجتمعون على قبره ويتقربون إليه، وربما البعض شاهد ما بني على قبر الحسن البصري من القباب، وأيضا ما يحصل عنده من الشرك وغيره، وهو لا يرضى. ربما يكون هذا الشخص من أولياء الله، مثل عبد القادر الجيلاني. أيضا عبد القادر الجيلاني من العلماء، من العلماء، من علماء الحنابلة، وله مؤلف أيضا في ذلك في كتب الحنابلة، وهو إمام
ولكنه في هذا الوقت للأسف الشديد أصبح البعض يقوم بالتقرب إليه، ويقوم أيضا بالذهاب إلى قبره وزيارته ودعائه من دون الله وغيرها من البدع والشرك الموجود. هذا هؤلاء أئمة، الحسن البصري وعبد القادر الجيلاني وغيرهم، هم أئمة لا يرضون مثل هذه البدعيات وهذا الشرك الذي يحصل عند قبورهم، ولكن هذا هو الواقع. فنقول أن ربما يكون هناك شخص ليس بولي كما ذكرنا مثل البدوي وغيره، وأيضا هناك من أولياء الله ولكنهم عبدوا من دون الله. فنقول أن على المسلم أن يتنبه إلى مثل هذه الأمور، ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في كتابه عندما قال الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم الأولياء. ثم بعد ذلك ماذا قال الله لهم عندما وصفهم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم؟ قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. أيضا أولياء، الأولياء لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة الدنيا تكون يقول أهل العلم عند موته، يبشر بحسن الخاتمة كما جاء في قول تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهذا لا شك أنها بشرى لهؤلاء، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إذن الأولياء، أولياء الله لهم البشرى في الحياة الدنيا، فهم يؤمنون ولا يخافون. لذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يوضح هذا الأمر ما يتعلق بالأولياء وما يتعلق أيضا بمن أحبه الله. جاء في الحديث في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام عندما قال إذا أحب الله عبدا، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل وقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل ويقول يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يحبه أهل الأرض. وجاء في بعض الروايات ويوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض. هذا هو البيان لأولياء الله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عادى لي وليا، إذن هذا أمر مهم يجب أن نتنبه له، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحرب ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال انظر إلى الصفات التي بينها هذا الحديث العظيم، يقول وما تقرب إلي عبدي، هذا حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا أهم وأحب شيء إلى الله هو أن يتقرب العبد بما فرضه الله عليه من الصلوات والزكاة والحج وغيرها من العبادات. يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال وما يزال عبدي، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ماذا يحصل بعد ذلك؟ يقول فإذا أحببته، يعني إذا أحبه الله، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإذا سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت بشيء عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. حديث عظيم يدل على أيضا بيان من هم الأولياء، أولياء الله. فهذه هي الصفات، تجدهم يحافظون على الصلوات، يحافظون على الفرائض، يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا أي كانوا على طريقة التوحيد وعلى العقيدة. وقال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هذه حديث عظيمة ينبغي للمسلم أن يقف عندها وقفة متأمل وينظر ما فيها من تلك البشرى العظيمة لأولئك الذين يحافظون على الفرائض وكذلك يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل. فكيف إذا سمعنا هذا الحديث من يفرط فينا بتلك النوافل التي جاءت بها الأحاديث الكثيرة، مثل السنن الرواتب، قيام الليل، صلاة الضحى وغيرها من الصلوات والعبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. جاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يدل على أيضا ما بينه الشيخ في هذا الحديث، يقول: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا ما نراه، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الحلال والحرام، لكن قال: لكن هناك مشكلة، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فما وصيته عليه الصلاة والسلام؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ماذا يعني؟ يعني عضوا عليها، تمسكوا بهذه السنة، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإياكم ومحدثات الأمور، أهل البدع الذين يزينون البدع للناس ويزعمون بأن هذه محبة لله ومحبة لهؤلاء الأولياء، ويزعمون أنهم هم واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا كله من الباطل الذي ينشره أولئك الذين يريدون محاربة الكتاب والسنة، وهذا ما سيوصي عليه المؤلف في الأصل السادس في هذه المسألة التي ذكرها الشيخ. يقول: اسمعوا كلام الشيخ وهو كلام دقيق. الشيخ محمد عبد الوهاب عندما ألف هذه الكتب، الأصول الثلاثة، الأصول الستة، القواعد الأربع، كل كتاب يختلف عن الكتاب الآخر، كل كتاب له معان خاصة به يحتاجها المسلم. الأول الأصول الثلاثة هي الأصول التي يحتاجها المسلم عندما يسأل في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيخبر الشيخ هذه الأمور الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره، يبينها للناس وعلى أهميتها وتحقيقها، لأنه إذا سئل في قبره فيجب أن يجيب عليها، ويجب أن يحقق مدلول هذه الثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ثم جاء أيضا يؤلف فيما يتعلق بالأصول الستة. ما علاقة الأصول الستة بالأصول الثلاثة؟ الأصول الثلاثة متعلقة بالعبد وحاجة العبد، الأصول الستة متعلقة بالعبد وبالجماعة وباجتماع الأمة وبنشر الخير وبنشر العلم. فلذلك وضع هذه الستة، وكما ذكرنا أن كل أصل متعلق بالأصل الذي قبله: التوحيد، ثم بعد ذلك الجماعة، ثم بعد ذلك الإمامة والسمع والطاعة لولي الأمر، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالعلماء وحاجة الأمة للعلماء، ثم أيضا الفرق بين علماء السنة وعلماء الضلالة، ثم يأتي بعد ذلك الأصل السادس. يقول هنا الشيخ: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل كما ذكرنا. هم يقولون كما في عهد الشيخ، وأيضا هم الآن يقولون ذلك، يقولون يرون أن الأولياء فوق منزلة الرسل. ولذلك الشيخ يقول هنا في هذه العبارة: إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. لا يصلح أن الولي يتبع، لأن الولي يأخذ عن الله مباشرة كما يزعمون، فكيف يأخذ من الرسول؟ لكن يقولون أنه يأخذ بعض الأوامر من الأنبياء بالشكل العام، لكنهم عندهم الولاية الخاصة، هم يرون أن عندهم ولاية خاصة، وهم يفرقون في هذا الأمر.
فيقول الشيخ إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم يقول إذا وجدوا من يزعم أنه ولي أو من قالوا أنه ولي ووجدوا أنه اتبع الرسل فيقول هذا ليس منهم، هذه قاعدة عندهم، يقولون أي ولي يتبع الرسول هذا لا يصلح أن يكون وليا، ولا بد من ترك أيضا يقولون الجهاد، فمن جاهد فليس منهم. كل هذه وضعوها صفات للأولياء، ولا شك أن هذا يخالف ما جاءت به الآيات وجاءت به السنة في الدلالة على من هم الأولياء كما ذكرنا سابقا. طبعا الشيخ رحمه الله في آخر هذه العبارات عندما بيّن هذا الحال وما وصل إليه الناس إلى هذه الدرجة، انظروا إلى العقول، يقولون هؤلاء الأولياء، يقول الشيخ وصل بهم الحال بأن يقول من اتبع الرسل هذا لا يصلح أن يكون وليا ولا بد من ترك الجهاد. ثم قال الشيخ: يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. فيه نوع من التحسر، وفيه من نوع أيضا من الدعاء له وطلب الدعاء، كما قال إبراهيم: ربي جنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام كان يخشى على نفسه من الوقوع في الشرك، وهكذا حال الأنبياء، فهم يحذرون أقوامهم وأيضا يدعون بأن لا يقعوا في الشرك. والشيخ رحمه الله يقول: يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء، العفو من الذنوب والعافية من الوقوع في طريق أهل البدع والضلال، إنك سميع الدعاء. نعم، الأصل السادس. قال رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة، واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى أمر الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم، هذا هو الأصل السادس، وهو الأخير من الأصول الستة التي بيّنها الشيخ رحمه الله تعالى. وهذه لاحظنا أن الخمسة الأول التي ذكرها الشيخ جميعها من الأصول الواضحة والبينة، لكن هنا شبهة يبينها الشيخ ووضعها من الأصول المهمة. يقول: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. هذه طريقة الشيطان وطريقة أولياء الشيطان. هؤلاء يلبسون على الناس، هم لا يمكن أن يأتوا للناس مباشرة ويقولوا اتركوا الكتاب والسنة، ولكنهم يلبسون على الناس، يقولون أن القرآن وأن السنة لا يمكن أن يفهمها إلا المجتهد المطلق، ووضعوا شروط وضوابط للمجتهد، يقول حتى هذه الشروط لا تنطبق على أبي بكر ولا على عمر رضي الله عنهما،
فيريدون تعجيز الناس يبعدونهم عن الكتاب والسنة. إذا أبعدوهم عن الكتاب والسنة ماذا يحصل؟ يحصل الناس يتكلمون بآرائهم وبأهوائهم، ثم يستطيعون أن يسيطروا على عقول هؤلاء الناس فيضلونهم عن الطريق، وهذا ما أرادوا. فالشيخ رحمه الله يبين حال هؤلاء الذين يزهدون بالكتاب والسنة ويقولون أن مثل الكتاب والسنة لا يمكن أن يفهم مدلولات ما جاء في الكتاب والسنة إلا من بلغ درجة الاجتهاد، وهذه الدرجة وضعوا لها شروط وضوابط حتى لا يمكن أن تنطبق هذه الشروط والضوابط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فإذا نظرنا في الكتاب في القرآن نجد أن الآيات واضحة وبينة للناس. الله سبحانه وتعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أليست هذه مفهومة؟ يعرفها الجميع. الله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واضحة. إذن الآيات لا تحتاج إلى مجتهد، هناك بعض الأمور تحتاج إلى الاجتهاد، ولكن الأمور المهمة المتعلقة بالعبادات ومتعلقة بالعقيدة والتوحيد واضحة وبينة في كتاب الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن يرجع إلى أهل العلم في الأمور التي يحتاج إليها المسلم فيما يتعلق في بيان بعض الأحكام وغيرها، ولكن الأمور المهمة الواضحة فهي في القرآن واضحة، وكذلك بينتها السنة. هنا الشيخ قرر رحمه الله في هذا الأصل أن باب الاتباع مفتوح، باب الاتباع مفتوح إلى قيام الساعة. ولذلك من توفيق الله للشيخ محمد رحمه الله بعد أن بين هذا الأصل أن حصل في الأمة بعد هذا البيان وبعد انتشار كتب الشيخ رحمه الله أن ظهر الاجتهاد في عصره، ظهر الاجتهاد، وأيضا نبذ الكثير أيضا من العلماء آنذاك ما يتعلق بالتقليد، فكان هناك أيضا مع تمسكهم بما يتعلق بالمذاهب سواء المذهب المالكي أو الحنفي أو الشافعي، جميع هذه المذاهب هي من المذاهب التأصيلية، ولكن كان في السابق هناك في إشكال كبير بين أولئك الذين تعصبوا لهذه المذاهب، وكما ذكرنا أن بعضهم كان لا يزوج بعض من شدة تعصبهم للمذهب. ولكن بعد دعوة الشيخ وبيان هذا الأصل المهم كان هناك نوع من الانفتاح فيما يتعلق بالاجتهاد، فأصبح هناك علماء من علماء السنة ودعوة للتوحيد سواء في المدينة وفي الشام وفي غيرها من البلدان ممن تأثروا بدعوة الشيخ رحمه الله تعالى، حتى في جهة المغرب، في جهة المغرب العربي أيضا تأثروا بدعوة الشيخ، وهناك مؤلفات ذكرت ما يتعلق بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ويقول الشيخ: ورد الشبهة التي عند بعض المبتدعة التي تنص على ترك القرآن والسنة، هذا معنى كلام الشيخ، وأيضا ما يتعلق بالأهواء. والشيخ رحمه الله أيضا يبين على أمر مهم وهو ما يتعلق بتدبر القرآن، والله سبحانه وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ثم قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هناك هذه الشبهة التي ذكر الشيخ منعت الحقيقة كثير من الناس في عصر الشيخ وكذلك في عصرنا من الإقبال على الكتاب والسنة. وهناك الآن دعوات كثيرة الآن في هذا الوقت وهي منتشرة عبر وسائل التواصل، وهي الدعوة إلى ترك ما يتعلق بالرجوع إلى الكتاب وإلى السنة. وأيضا هناك دعوة أيضا بأن يكون أن نأخذ بشيء من فقط الكتاب من كتاب الله، ولا نحتاج أيضا إلى السنة، لأن لا نحتاج إلى السنة مع وجود كتاب الله، وهذا لا شك أنه مخالف للأدلة، ولا يمكن أن يكون هذا، لأن المسلم كيف يعرف الصلوات وغيرها من العبادات إلا بماذا؟ إلا بالسنة، الصلوات الخمس، طريقة الصلاة، الزكاة، الحج وغيرها
كل هذه نأخذها من السنة. والله سبحانه وتعالى أمر بطاعة النبي كما جاء: فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأمر باتباع من؟ النبي. فإذا أمرنا باتباع النبي وجب علينا أن نلتزم بجميع ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من أوامر. ولذلك جاء في الأوامر التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام هناك الواجبات، وهناك ماذا؟ أيضا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا الكبائر، وبيّن عليه الصلاة والسلام كذلك السنن، وبيّن أيضا المحرمات. كل هذه جاءت مبينة أو مبينة لما جاء في كتاب الله. ثم ذكر الشيخ المسألة الثانية قوله: ومن طلب الهدى منهم، يقول من طلب الهدى، من وجدوا نفس هذه البيئة المبتدعة، إذا وجدوا من طلب الهدى منهم يقولون فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبتهما. لماذا قال الشيخ هذه العبارة زنديق ومجنون؟ لماذا قال الشيخ هذه العبارة في نص عليها في هذا، ونص عليها أيضا في بعض مؤلفاته الأخرى؟ نص عليها لأنه اتهم بأنه زنديق واتهم بأنه مجنون. فأذكر لكم قصة أيضا من أولئك الذين يحذرون من الشيخ محمد بن عبد الوهاب. عندما سقطت الدعوة الدولة السعودية الأولى، يحكي أحدهم عن هل دعوة الوهابية سترجع أم لا ترجع، يتكلمون فيما بينهم. يقول فاختلف في هل سترجع أم لا، فقال الذي يفصل بيننا أن نصلي الفجر اليوم ونسمع ما يقرأ الإمام، ونرى ربما يقرأ الإمام شيء يدلنا على أن هذه الدعوة سترجع أم لا. يقول فذهب فصلى الفجر مع الإمام، فقرأ الإمام: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. قالوا الله أكبر، هذا دليل على أن هذه الدعوة لن ترجع، فرجعت. ولكن هذا من تزيين، وهذا ذكره أحمد زين الدحلان في كتابه الدرر السنية في التحذير من الوهابية، يذكرها من الشواهد التي تدل على بطلان دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فكانوا يحذرون، وسبحان الله كما ذكرنا بالأمس أن دعوة الشيخ يحذرون منها ومع ذلك تنتشر. لم تسلم دعوة الشيخ في أي بلد، ولكن سبحان الله كلما حذر من هذه الدعوة كلما انتشرت وازدادت، وهذا من توفيق الله لهذه الدعوة المباركة. ثم يقول هنا: كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. هنا الشيخ يبين أن هذه الشبهة، وبين أنها شبهة ملعونة لأن ليس فيها رحمة، وكل من اتبعها لا يدخل في رحمة الله سبحانه وتعالى. لأن كيف تكون هذه الشبهة ومن يقع في هذه الشبهة ويكون مرحوم؟ لا يمكن. الذي يحذر من كتاب الله ومن سنة الرسول ويدعو الناس إلى عدم الرجوع للكتاب وللسنة يكون مرحوم؟ لا يمكن. ولذلك قال الشيخ أن هذه الشبهة شبهة ملعونة. وأيضا بيّن الشيخ أن ما يدل عليه الكتاب وما تدل عليه السنة أن باب العلم مفتوح للناس، يتعلم الناس ويتأمل. الله سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذه الآيات يجب أن يتدبرها المسلم ويعقل هذه الآيات. فهذه دعوة إلى التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، والتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، واستنباط ما في هذه الآيات وما فيها من الحكم، وما فيها أيضا من الإرشاد والخير للناس، وما فيه من الخير أيضا لمن يتلو هذا القرآن سواء بتدبره أو بما يحصل عليه من تلاوته. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف
ألف ولام وميم، كلها حروف، وكل حرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف، وهذا فضل من الله، هذا لمن يتلو القرآن ومن يقرأه، فكيف إذا تدبر هذه الآيات؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بهذا انتهت الأصول الستة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والآن نبدأ، باقي تقريبا 7 دقائق نبدأ فيها إن شاء الله في شرح القواعد الأربعة، وهي أيضا من الكتب المهمة التي ألفها المؤلف، وهي أيضا امتداد للكتب السابقة كما ذكرنا: الأصول الثلاثة، القواعد الأربعة، الأصول الستة، الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد. جميع هذه الكتب فيها من بيان العقيدة والتوحيد، وهو أمر مهم لهذه الأمة. هذه القواعد الأربعة أو كتاب القواعد الأربعة اعتنى به جمع من أهل العلم، سواء بضبطه أو بشرحه وبالعناية به وبحفظه، لما فيه أيضا من مدلولات مهمة يحتاجها المسلم في حياته، فسميت هذه بالقواعد الأربعة. وهذه القواعد التي ذكرها الشيخ: أولا، القاعدة الأولى، قال أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق وهو المدبر، وأن اعترافهم بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت أن هذا لم يدخلهم في الإسلام، وهذا سوف نبينه. القاعدة الثانية: أنهم يقولون ما دعوناهم، أي ما دعوا هؤلاء الأولياء وتوجهنا إليهم، إلا لطلب القربة والشفاعة. القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا يقول أغلظوا من شرك الأولين. فنبدأ بالمقدمة. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في رسالته القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. نعم، هذه مقدمة جعلها الشيخ لهذه القواعد الأربع،
ولاحظوا كلام الشيخ سبحان الله فيه نور، تجد فيه ما يتعلق بربط الناس بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المقدمة للمؤلف في قوله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. هذه الكلمات هي مقتبسة من كتاب الوابل الصيب لابن القيم، وهي دعاء طيب تقدم به الشيخ في هذا المؤلف المهم والمتعلق بهذه القواعد. وهذه عادة الشيخ رحمه الله في الدعاء: اعلم رحمك الله، دائما في كتبه يدعو لمن يستمع، ولذلك هذه الرحمة تشمل الجميع. اعلم رحمك الله، عندما نقول يعني هذا دعوة من الشيخ رحمه الله لمن يقرأ هذا الكتاب، فلا شك أن هذه طريقة أهل العلم في تأليفهم وفي مؤلفاتهم، وأيضا هذا الدعاء يكون أيضا سببا أيضا لقبول ما سيقول من علم. ولذلك على الداعية وعلى طالب العلم وعلى من أراد أن ينصح لأحد أن يقول كلاما لينا وأيضا يتقدم بالدعاء لهذا الشخص، ولذلك يكون له أيضا أدعى للقبول. بعض الناس ربما يكون عنده حدة فيما يتعلق في دعوته، وربما وجد شخص ربما ارتكب منكرا ثم يكون عنده نوع من الحدة. الرجل الذي دخل على الصحابة وبال في المسجد، الصحابة رضي الله عنهم قاموا من أجل أن يضربوه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا اتركوه، لا تزرموه، اتركوه حتى ينتهي. لماذا؟ لأنه لو أرادوا أن يضربوه ربما أيضا انتشر أيضا البول في أكثر من مكان، ثم قال اتركوه حتى ينتهي. فلما انتهى أتى به النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن المساجد لا تصلح مثل لهذا، وبين له. فماذا كان من هذا الرجل؟ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذا لماذا؟ لأنه وجد من النبي عليه الصلاة والسلام اللين، وكان الصحابة في بداية الأمر هم أنكروا هذا الشيء، وهذا شيء طبيعي ينكر الإنسان. لو رأينا أحد الآن يريد أن يبول في المسجد لقمنا عليه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أمته إلى الطريقة الصحيحة في التعامل مع أولئك. ولذلك كانت مواقف النبي عليه الصلاة والسلام مختلفة. جاءه رجل قال: يا رسول الله إذن لي بالزنا، فتكلم معه بلطف، قال: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ وجاءه رجل وقد لبس خاتما من حديد، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ورماه بشدة، قال: يعمد أحدكم على قطعة من النار، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فهناك الدعوة تختلف من مكان لمكان وموضع إلى آخر، فهذا أيضا من الطرق التي يستخدمها أهل العلم فيما يتعلق ببث العلم ونشر العلم في تقديم مثل هذه العبارات الطيبة وهذا الدعاء. يقول رحمه الله عندما بين في هذا الكتاب وهذه الدعوات، قال ويقول: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. ولا شك أن ولئن شكرتم لأزيدنكم، فهذا لا شك أنه دعوة لمن إذا أعطي من الخير ومن العلم، وأيضا من أهمها إذا كان موحدا لله سبحانه وتعالى. فمن أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا هي نعمة التوحيد، فإذا حقق المسلم التوحيد فلا شك أنها من أعظم النعم، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا وفقك الله لهذه العقيدة ولهذا التوحيد فاعلم أنك على خير عظيم. نعم، هنا المؤلف ذكر هذا الدعاء العظيم، قال: إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. والصبر أيها الإخوة مهم جدا، وهو متعلق بثلاثة أمور. الصبر أولا على المصائب، قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهناك صبر على المصيبة. الأمر الثاني الصبر على الطاعة، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن الواحد يجاهد نفسه على الطاعة، يجاهد نفسه على الطاعة، ولذلك هذه أيضا الصبر على الطاعة. أحيانا الطاعات خاصة إذا ثقل النوم على الناس، خاصة في صلاة الفجر أو في صلاة العصر أو في غيرها من الصلوات، وهذا تحتاج إلى صبر ومجاهدة، أيضا قيام الليل وغيرها أيضا من العبادات. ولذلك نجد أن مثال بسيط، لو نظرنا إلى ما في الأجر العظيم فيما يتعلق بقيام الليل،
إذا سمعنا الحديث ذلك الحديث الذي يقول فيه وهو الحديث القدسي أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطي، هل من داع، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. في الثلث الأخير في كل ليلة ينزل الله نزولا يليق بجلاله كل ليلة فيطلب من الناس هذه الطلبات، فكيف يفرط بها المسلم إلا بسبب ما يأتيه أيضا من التسويف وما يأتيه من أيضا صرف الشيطان عن هذه العبادة العظيمة وهي قيام الليل. ولذلك أيضا يجب على المسلم أن يجاهد نفسه في الصبر على الطاعة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن الأول أن يصبر على المصائب التي تصيب المسلم في حياته، الثاني الصبر على الطاعة، الثالث الصبر على حبس النفس عن المعصية. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ولذلك ربما وجاء أيضا في الحديث ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، والرجل الذي جلس بين في الحديث في ثلاثة الذين سقطت عليهم الصخرة فذكرته بالله فترك ذلك من أجل الله فانفرجت أيضا فرجة من تلك الصخرة. كل ذلك أيضا يدل على الصبر على حبس النفس عن معصية الله. إذا ذكر العبد بالله سبحانه وتعالى وتذكر يأتيه الخشية من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فعلى المسلم أن يستشعر في مثل هذا، ولذلك يجب عليه أن يصبر. ولذلك نحن في هذا الزمان نحتاج إلى جهاد عظيم في الصبر على ماذا؟ فيما يتعلق بالبعد عن معصية الله، لأن وسائل الآن المعصية أصبحت منتشرة وسهلة وتيسرت، وخاصة مع هذه الوسائل التي تدعو الناس، سواء المعصية تكون إما ببدع أو تكون أيضا بشهوات أو بغيرها أو بمنكرات، كل هذه سهلت على الناس، حتى الغيبة والنميمة سهلوها على الناس عن طريق هذه الوسائل. هناك أناس يبثون مثل هذه الشرور ويريدون نشر الشر، ويريدون أيضا نشر مثل هذه الأمور بين الناس، لأنها إذا انتشرت في مجتمع سقط هذا المجتمع. وإذا تمسك هذا المجتمع بدينه وتمسك بهذه الأمور التي بينها الله سبحانه وتعالى، وخاصة ما يتعلق بالصبر، ونحن في هذا الزمان بأشد الحاجة إلى الصبر، الصبر على المصائب وما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا المصائب التي يصيبها، إلا هذه كتكفير للسيئات إذا صبر. وأيضا ما يتعلق بالصبر على الطاعة، وأيضا حبس النفس عن المعصية. هذا من دعاء الشيخ رحمه الله تعالى. وإن شاء الله غدا إن شاء الله نكمل بإذن الله القواعد الأربعة وننهي هذا الدرس. وبالنسبة للأسئلة، إذا كان هناك أسئلة متعلقة بالدروس السابقة فيمكن أن تكتب وتسلم ل الشيخ أسامة القارئ في هذا الدرس، ونستعرضها إن شاء الله بعد أن ننتهي غدا من القواعد الأربع. ولأن الإقامة الآن اقتربت فننتهي من هذا الدرس في هذه الليلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن يعتقنا ووالدينا من النار، وأن يجعل هذا المجلس مجلس خير وبركة ورحمة لنا وشاهدا لنا يوم القيامة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.